انطلاقا من دور الدراما في تجسيد أدوار الأم في شتى المجالات، أحيت نقابة الفنانين احتفالا بمناسبة عيد الأم في مطعم كازابلانكا في باب شرقي، تكريما لممثلين الدراما السورية الذين جسدوا دور الأم. هاي الفعالية نحن اجت بمناسبة عيد الأم، حب الفرع يكرم مجموعة من أمهات الفنانات اللي هنن إذا كانوا بالواقع أمهات فهنن كمان نقلوا لنا الحياة الأمومة، نقلوا لنا الحنان، شغلهم تضحيتهم على الشاشة يعني بالدراما السورية، فحبينا نكرمهم ولو جزء بسيط من الشغل اللي هنن بيشتغلوه، فحبينا نكرمهم هيك بشيء بسيط. بيسعدني إن الأم السورية طول عمرها مرفوع راسها أولاً، ثانياً كل أم شهيد بالنسبة لهالبلد هي ضحت بابنها لحتى هي تحمي سوريا، فهذا الشيء انا بقول للام مهما عملنا لها ما بنعوض الشيء اللي هي قدمته لنا ولهالبلد، والدم اللي سال على ارض سوريا اكيد ما بينتسى بحياته. حاولت الدراما في الاونه الاخيره تسليط الضوء على ام الشهيد كحاله اختصرت بتضحياتها امهات العالم بصبرها وعطائها. الأم السورية كتير قليل إنه نحكي أو نختصرها بكلمتين، الأم السورية أثبتت وجودها وحضورها بقوة وبجرأة خاصة بالفترة اللي تعرض للوطن بالأزمة، خلال السنوات التسعة أو العشر السنوات الماضية كانت الأم السورية فعلا قادرة على إنه تمزج ما بين الحزن وما بين شرف استشهاد أبنائها، هذا كان نموذج كتير رائع وجميل ومشرف للإمرأة السورية وإذا بدك السيدة السورية. أنا بحيي أول شيء أمهات الشهداء، هدول اللي بنحطوا على الراس وبينفع لهم قبعة، وبعدين الأم العادية والأم العاملة والأم المعلمة، الأم اللي يعني عم بتضحي بكل شيء، الأم هي الحياة بصراحة، كل شيء بالدنيا هي أم، أنا برأيي أم وبس. في كتير أعمال حكت عن الأم، بس هلأ فتنا بمرحلة جديدة، مرحلة أم الشهيد بهي الأزمة بهي الحرب الحقيرة يلي مرقت علينا، وهيك صار في زخر بالمواضيع والزخر بأنواع الأمهات ويلي عم بتعانيهم، وهيك لازم يتوجه النظر لإلهم وينعمل دراما حقيقية بأمهات حقيقيين. الأم كانت ولا زالت سراً من أسرار الحياة والأمانة الذي لا يزول، فهي التي اختصرت العالم بأسره بحنانها وعطائها الذي لا ينضب.